عقبالك يا ابو ربيع. لا قال الله ولا مالك يا ابو خطيب النكبه. انت ورا ما تتزوج. هذا حفل تخرج اكيد صح؟ اقول لك قد لزمك الله يزوجك الثالثه يا ابو ربيع. الله لا يوفق. مبروك بسرعه بسرعه قبل لا احد يشوف. هذا من هو؟ هذا مبروك الثالثه. تعال يا ابو خطيب انت كيف سويتها؟ ايش اكد؟ انت محدثين علي. تقول تقرا علي القرآن قبل شوي. مبروك مبروك الثالثه. مرحبا. وش انت الناقه ويني؟ الناقه تحت الكوبري. طيب تبيعني اياها ولا لا؟ المراجل ما تنباع يا عم. كلمه مليانه ما شاء الله. دي حين كم متزوج انت؟ انا متزوج 9 بس فيهم عرجه وفيهم عوره. 9 من قبل انت من ايام الجاهليه موجود؟ 9 يا ابويا. الله يسعدك يا عم. والله والله يا شيخ يبغى لك عروسه. والله هذه عروسه 30 عمرها 30. ايش رايك؟ عندها فلوس. عالجني لان عندي صيانه وابغى الرباعي. ما شاء الله تبارك الرحمن. يبغى لي اسوي كذا. يا مرحبا. ما شاء الله انت الحين متزوج؟ انا الحمد لله من الموحدين. يعني انت الان يوم جيت زوج ابو عساف توافق على التعدد يعني تشجع عليه؟ بس انا ما دريت انه هذا انا. هذا حفل تخرج قول لاهله. طيب انت متى ان شاء الله؟ انا ان شاء الله باذن الله معلولي. انت ثلاثة الى واحدة حش كذا. ثلاثة الى واحدة؟ ايه يا ابويا ماكينة؟ شرفنا فيك يا ابو الله. مرحبا يا مرحبا. السكسوكة الان هذه ما شاء الله كيف سويتها؟ ها؟ كانت معك ورقة نجم ولا؟ عليك ربي يا شيخ. ما شاء الله على الطول. ما لا اله الا الله. اتوقع انه ما عندكم سلم في بيتك. سموا على يا هلا يا هلا ومرسلا يا مرحبا. سموا يا هلا وغلا يا هلا بكم جميع. مرحبا. سموا يا هلا ذاك جرس حق الافطار الفندق ذاك. حنا نقول لهم قصدك انه بتطير عنا؟ نقول حنا كان معذبنا شمري يا بعد حي ويسنعون الامور ويوقفون الطائره ونركب ونطير. كيف هياط؟ صدمتني. هياط من النوع الواحد. والله صدمتني. ما شاء الله. هيا انتبه. كثر حليب كرك ما شاء الله تبارك الرحمن. اتمنى تحط زي جبيلي شوي.